أنا بتحمل أحيانا ما بآكل، بس بتعملوا لي ما ضلنا شيء، ديارنا انهدت. إني جاي وهنا طفشنا من بيتنا، ما نحسن برك بيتنا، ضرب بالرصاص، يعني احنا فقيرين على ساعد، بدنا نعيش. جينا هنا تجينا الشهر بنبيعه وعايشين الحمد لله. عايش ابني وابن اخوي هذا الشهيد، اخوي واخواتي اثنتين خمسة، وابوي عاجز، وانا متكفلة فيهم كلياتهم. يعني بشتغل بالفاعل، يعني بجيب 200 300 ورقة وبعيشهم. ابن اخوي بيسالني يا ماما حطي لي على ابوي اللي ابوي الميت. بقول له يا ماما ابوك هذا على ابوي، بيقول له ابوي هذا بابا، يقول لي لا. بيقول لي يا ماما لا، هذا ابوي المتوفى، ابوي بالجنة. كلياتنا يعني في البيت واحد، كلياتنا مبسوطين وكيفين، ناكل ونشرب. كانت كلياتنا حياتنا سعيدة. سحور والله من زيت اللي يجينا بالشهرية بحطه وبناكل منه. وزنك مؤمنة بالصدقة. أنا بتحمل أحيانا ما بآكل، بس بتعملوا لي أنا حصلي صار لي امبارح ولت امبارح ما بالصحة ولا بحطه بتمي، بس ببركهم بياكلوا حوالي بشوفهم مبسوطين عم ياكلوا كأن انا عم اكل. والله العظيم ما حطيت بتمي صالي سحوري، انا بتحمل بس هو بيتحمل. اقول الحمد لله انا عندي جسم بيغاوم، بس مثل هذا ما بيغاوم. انا كل عيد ما بشتم بفكر بهنيهم مثل الاولاد بينبسطوا، بس ما عندي قدرة. كلياتهم ما بحسن اقول بدي افرحهم بالعيد مثل الاولاد. هذا بيجي يقول لهم طلعوا انا اشتريت بالباس الجديد، وهذا اشتريت لامي وابي. اخواتي بيجي يقول لي يا اختي اشتري لنا، بضحك عليهم بقول لهم بكره. هن مبسوطين ومكيفين ببيوتهم، ما بيعرف باليتيم ايش عم يصير فيه. يمنعوا السعادة لليتيم مثل ما عندهم سعادة يمنعوا لليتيم. كل طفل يتيم سعادة. بتمنى يقدموا له كل شيء لازم لكل يتيم، مو بس لاخواتي ولابني ولابن اخوي، لا. اتمنى لكل طفل يتيم يحس بالسعادة اللي عايشين بيها اهل السعادة. يحسسونه انه ما فقد لا امه ولا ابوه. يحسسونه بي اهل خير على وجه الدنيا، بي عالم ما ماتت بالدنيا اهل الخير.